أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. عن الفساد السياسي والحكومات العراقية بعد تشرين، كتب عمار السواد مقالا في صحيفة العربي الجديد، جاء فيه: لا وجود لفعل دولة قبالة مراكز القوى في العراق، ولاح رئيس الحكومة ناشطا يدعو إلى الحلول أو شبحا لا تنعكس أفعاله على الأشياء حين يلمسها، وليس صاحب أهم منصب تنفيذي. فالميليشيات المتورطة بتصفية متظاهرين كثيرين وفي مقدمتها كتائب حزب الله هددت الكاظمي، لكنه بدلا من المضي في مهمته الرئيسة اكتفى بدور الشبح، وانشغل برتوش هنا وهناك وتجميع ملفات على خصومه ليساوم بها إن سئل، واستمر بإمساك العصا من الوسط كأنه رئيس حكومة جاء للعب دور المرضي وليس لفرض هيبتها أمام مراكز القوى. فبدلا من ملاحقة المجاميع المسلحة، وظف السياسة الخارجية مدخلا لشرعيته، عامدا إلى الوساطة بين إيران والسعودية التي لم تؤدي إلى نتائج تذكر. وفي النهاية، بدلا من إنهاء النهب المنظم حيث السبب الجوهري لأي احتجاجات عراقية، تنامت منظومة نهب تنتمي للقطاع الخاص وذات صلة بمراكز نافذة داخل الحكومة. غادر الكاظمي وقبله برهم صالح مغاضبا، وجاء محمد الشياع السوداني رئيس وزراء يقف خلفه نور المالكي، ليصح القول إن رئيس الحكومة الأسبق هو من عاد، ومعه يرتفع صوت الموالين له ممن يتباكونه من فساد الكاظمي، متناسين أن كل ما يقال عن أي حكومة عراقية سيكون قليلاً أمام جرائم المالك الأمنية والمالية والسياسية، والممكن اختصارها بأنه امتلك فرصاً كثيرة لبناء الدولة وإنهاء الكارثة فضيعها بأن أصبح هو الكارثة. فحين يوجد برلمان فيه أشخاص يستخدمون التهديد بالقتل ويتعرضون لزميل لهم بالضرب، أو حين يدخل نواب مرتدين أكفاناً قبة برلمانهم، هذا مؤشر على أن لا برلمان بل مجموعة من العصابات استخدمت الديمقراطية المشوهة لتحصل على ما تريد بعيداً عن فهم ما يريده الآخرون. مثل هؤلاء لا تمكن مشاركتهم إلا لمن هم مثلهم. إلى صحيفة القدس العربي وبقال الكاتب يحيى الكبيسي عن المحكمة الاتحادية العليا وأزمة الدولة، يقول فيه: من المعلوم للجميع أن مفوضيات الانتخابات المتعاقبة في العراق، بداية من المفوضية الثانية التي تم تشكيلها في العراق في العام 2007 وصولاً إلى المفوضية الأخيرة التي شكلت عام 2020، كانت مجرد ممثلين للفاعلين السياسيين المهيمنين على مجلس النواب. وكما هو واضح، فإن الطعون في كل انتخابات تتعلق بقرارات المفوضية المعلنة وليس بإجراءاتها، وبالتالي ليس ثمة جهة تنظر في المخالفات التي ترتكبها المفوضية العليا للانتخابات فيما يتعلق بتلك الإجراءات، وهو ما يجعل المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة الوحيدة التي يمكنها النظر في هذه المخالفات التي لها علاقة مباشرة بالتأثير على نتائج الانتخابات بالتلاعب أو التزوير. في مقال سابق بعنوان عن المحكمة الاتحادية التي لا يعول عليها، قلنا إن المحكمة الاتحادية العليا القائمة حالياً ليست شرعية من وجهين: الأول بأنها محكمة لا علاقة لها بالمحكمة العليا التي وصفها الدستور بنية وصلاحيات، والثاني بأنها تشكلت عام 2019 من خلال ترشيح مجلس القضاء الأعلى لقضاتها في مخالفة صارخة لقرار بات ملزماً للسلطات كافة للمحكمة الاتحادية نفسها. صدر في العام 2019 القرار 38 اتحادي 2019، ثم أكدته في قرار لاحق القرار 63 اتحادي 2019، أفتى بأن الدستور لم يعطي لمجلس القضاء الأعلى اختصاص ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية، لهذا قررت إلغاء النص الذي ورد في قانون مجلس القضاء الأعلى بشأن ذلك.
ولكن تواطؤا صريحا بين مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى أطاح بقرار المحكمة الاتحادية ذاك إنها تحتكم في قراراتها على علاقات القوة وعلاقاتها المباشرة بالفاعلين السياسيين أكثر من احتكامها إلى الدستور، وأنها بذلك لم تعد تصلح أن تكون حكماً. تطرقت صحيفة الواشنطن بوست في مقال لها إلى الاحتجاجات التي تشهدها إيران، مشيرة إلى أنها أدت لتفكيك نسيج الاضطهاد في البلاد بعد مضي 7 أسابيع، وأشار كاتب المقال إلى أن الاحتجاجات بدأت بشعار بسيط نساء حياة حرية كمطلب أساسي، لكن النساء تحدين سطوة الرجال في الجمهورية الدينية الإيرانية، فعندما بدأت النساء بخلع الحجاب تكشف معها نسيج الاضطهاد، وأعلن النظام أنه سيقوم بمحاكمة 1000 شخص من المتظاهرين الذين خرجوا بعد وفاة الفتاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، حيث كانت رسالة الحكومة استسلموا وإلا قمنا بالقمع، فيما كان رد المتظاهرين بالتحدي وتنظيم المزيد من الاعتصامات وفقا للصحيفة. الحملة الحالية رأى فيها العالم المحتجين وهم يقاومون مجموعة صغيرة من قوات الأمن، ولم تكن محاولات النظام تحييد الاضطرابات ناجحة. ولفت كاتب المقال إلى أن العلامة عن قلق النظام ما تم نشره من تقارير عن حالة تأهب أمريكية سعودية من احتمال هجوم إيراني على السعودية التي تزعم أنها تقدم الدعم للمحتجين ومن خلال قناة تلفزيونية مقرها في لندن، ويعتقد خامنئي أن الغرب يتآمر بتخريب إيران من خلال خطة مشابهة لتلك التي أدت لانهيار الاتحاد السوفيتي السابق، كما جاء في خطاب ألقاه عام 2000 وأشار إليه الزميل في وقفية كارنيغي كريم ساجدبور. ورأى الكاتب أن قمع التظاهرات الحالية سيكون صعباً لأن الكثير من رجال الأمن والمجندين لديهم أمهات وأخوات وبنات مثلهن، وقال رول قلة من رجال الأمن العاديين يريدون مهاجمة الناس ويحتجزون المتظاهرات لفترة من أجل زرع الخوف، ولكن ليست طويلة تستدعي خروج أهلهن إلى الشوارع. نشرت وكالة بلومبرغ مقال للصحفي هال برانز تحدث فيه عن احتمالية هزيمة الولايات المتحدة في الحرب مع الصين، معتبرا أنها ستدمر الهيمنة الأمريكية العالمية وستعني صعود الشرق على الغرب. ونبه الصحفي إلى أن الحرب بين الولايات المتحدة والصين إذا بدأت فلن تكون مجرد معركة من أجل تايوان أو أي بقعة ساخنة أخرى، بل ستكون الحرب معركة من أجل الهيمنة في المنطقة الأكثر أهمية وعلى كل النفوذ العالمي لاحقاً. وأوضح أن مركز التنافس بين الولايات المتحدة والصين يكمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وستعزز هزيمة أمريكا كلمات الزعيم الصيني شي جين بينغ حول أن الشرق ينهض والغرب يسقط. مثل هذا النزاع سيثير سلسلة كاملة من العواقب. يمكن أن تؤدي هذه الحرب إلى حدوث زلزال اقتصادي وتعطيل سلاسل التوريد وقطع بعض طرق التجارة الأكثر ربحاً على هذا الكوكب. سيكون هناك احتمال حقيقي لتصعيد نووي، ورأى أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى مساعدة كبيرة من أستراليا والهند واليابان وبريطانيا في حالة نشوب نزاع مسلح مباشر مع الصين. وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال قاذفات قنابل من طراز B-52 قادرة على حمل أسلحة نووية إلى قاعدة جوية في شمال أستراليا وسط توتر في العلاقات مع الصين. وذكرت شبكة IBC نيوز الأسترالية أن واشنطن تخطط لنشر 6 قاذفات من نوع B-52 في قاعدة تيندال الجوية الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوبي داروين عاصمة الإقليم الشمالي.
نشر موقع أويل برايس الأمريكي تقريراً تحدث فيه عن المخاوف بشأن نقص كبير في الغاز في أوروبا في الشتاء المقبل، حيث يتعين على أوروبا إعادة ملء مخزونها من الغاز دون مساعدة الإمدادات الروسية. وقال الموقع في تقريره إن أوروبا مستعدة إلى حد ما لمواجهة هذا الشتاء كون خزانة الغاز شبه ممتلئة بسبب التدفق المستمر لواردات الغاز الطبيعي المسال. ويقول كبار المديرين التنفيذيين في أكبر شركات النفط والغاز الكبرى الأوروبية، يقولون إن القلق الحقيقي بشأن إمدادات الغاز يتمثل في فصل الشتاء الذي يليه. وبحسب الموقع يؤدي الطقس المعتدل في معظم أنحاء أوروبا إلى تأجيل موسم التدفئة، مما يمنح البلدان الفرصة لتخزين المزيد من الغاز مع انخفاض الطلب على الغاز في الوقت الحالي. قبل حلول شتاء 2023-2024 ستكون الفجوة في إمدادات الغاز في أوروبا أكبر بكثير بدون الغاز الروسي، فلن تستورد أوروبا الكثير من الغاز الروسي أو لن تستورد أي شيء على الإطلاق إذا قطعت روسيا الإمدادات عبر الرابط الوحيد الذي تم تشغيله عبر أوكرانيا وعبر خط تورك ستريم، مقارنة بالواردات المستقرة نسبياً من روسيا في النصف الأول من هذا العام، قبل أن تبدأ موسكو في خفض الكميات تدريجياً عبر خط نورد ستريم في حزيران يونيو حتى إغلاق الخط في أوائل أيلول سبتمبر. ونقل الموقع عن راسل هاردي الرئيس التنفيذي لشركة فيتول، أكبر شركة تجارية مستقلة لتجارة النفط في العالم، قوله: أمامنا شتاء صعب، ولاحقاً سنواجه شتاء أصعب في العام المقبل، لأن الإنتاج المتوفر لأوروبا في النصف الأول من عام 2023 هو أقل بكثير من الإنتاج الذي كان متوفراً لنا في النصف الأول من عام 2022. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة، نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة. الآن مشاهدينا دعونا نتابع سريعا فقرة الكاريكاتير. تزامناً مع موسم جني الرمان، تزدان مدينة تستور التونسية ذات الأصول الأندلسية هذه الأيام بحلل بهية احتفاءً بهذه الفاكهة، معلنة الاحتفالات بقدومها. ومنذ 6 سنوات دأبت المدينة الواقعة في محافظة باجا شمال غربي البلاد على إظهار قيمة ثمار الرمان بتنظيم مهرجان خاص يحتفي بها، يكون قبلة الجميع من كافة أنحاء البلاد، وتنشط فيه الحركة الاقتصادية والسياحية، ويحلل البعض وصف ثمار الرمان بأنها فاكهة الشفاء والحب، وذلك نظراً لما تزخر به من فوائد صحية عديدة فضلاً عن لونها الأحمر المميز. وفي تصريحات إعلامية سابقة له
لدى إشرافه على هذه التظاهرة، أكد وزير السياحة التونسي محمد المعز بالحسين أكد أهمية هذا المهرجان الذي يعرف تطوراً من سنة إلى أخرى في تنشيط السياحة البديلة والداخلية وفي تمكين الجهات التي تأخذ أو لم تأخذ حظها بالشكل الكافي من التعريف بمخزونها. لا تزال عائلات قليلة تعيش في كهوف كومي، وهو موقع احتلته القبائل أول مرة قبل 200 عام، بحثاً عن مأوى من الصراعات ومن آكلي لحوم البشر. داخل مسكن طيني ذي إضاءة خافتة يقع داخل جبل صخري في مملكة ليستو بجنوب أفريقيا، تقوم ماموتسو نيتفاني بنفض الغبار عن جلد حيوان. تقول نيتفاني وهي تتزين بمسبحة حول عنقها لوكالة الأنباء الفرنسية: الحياة جيدة، نزرع خضرواتنا بأنفسنا ويمكنني أن أصلي في أي وقت أريد. تقع المنطقة على ارتفاع أكثر من 1800 متر فوق مستوى سطح البحر، وتبعد عن العاصمة مسيرو حوالي 50 كيلومترا، وهي محاطة بالمراعي. يتصاعد دخان أبيض رقيق خارج الكهوف حيث تغلي عصيدة الذرة التقليدية بابا في قدر معدنية سوداء فوق نار الحطب. الكهف مقسم إلى عدة منازل مستديرة مستندة على صخور البازلت، والممرات عالية بما يكفي لمشي الشخص فيها وتكون بمثابة مداخل، والجدران والأرضيات مصنوعة من خليط من الطين والسماد الذي يتطلب صيانة دورية. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. بلشت بحياتي الموسيقية وأنا صغير ولما كبرت شوي بلشت أعزف على آلات وترية اللي هي غربية زي البيس وزي الجيتارة، وكان دائما ناقصني الجهة الشرقية في هاي الموسيقى، فحاولت ألاقي آلة اللي بتجمع بين العالم الغربي والعالم الشرقي. الآلة عمليا هي 5 أوتار، فيها إلكتريك بيك أب اللي هو صنع المحل هون احنا بنعمله، كمان من خشب، وكمان فيها الفريتس تعون الجيتارة، نفس الفريتس تعون الجيتارة بالإضافة للفريتس تعون المقامات الشرقية اللي هو بالثاني والرابع. الآلة مبنية على وتر اللا بدل وتر المي زي الجيتارة، وتر اللا اللي هو أكثر ملائم للموسيقى الشرقية. اسمها عودليلي، انا اكتشفتها جديد والصراحه حبيتها كثير لانها بتحل لي اكثر من مشكله. اولا بتعطيني مجال اعمل شغلات اللي بتغش اعملها مع جيتار، فيها امكانيه الارباع التون هاي اللي بتقدر تعمل لك المقامات العربيه لما بتحتاج تفوتها، لانه الموسيقى اللي انا بعملها بتحتاج هذا الشيء احيانا. بعمل الشيء اللي هو روك عربي حر اللي بده جيتار للروك وبده أربع طون للعربي عمليا، وبده الحرية هاي انك تنتقل بيناتهم. وبهذا تنتهي حلقة صدى الأقلام هذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.